السلام الله عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. وأنت هنا من الصباح الباكر طالع ينادي، بارك الله في جهدك الكبير والمشهود له بأنحاء البلاد. ها نحن بضاحة الرباح، ماذا نعمل بضاحة الرباح اليوم؟ نعمل اليوم هذا حملنا الكثير بضاحة الرباح، ولم يبقى منها إلا القليل. أيوة. يمكن معنا يومين أو 3 أيام بالكثير وأنجزنا العمل هذا تماما. واضح ما دام في معكم. هذا هو العقب الذي يهول عليه كثير، وإن شاء الله نحن في خلال 10 أيام أنجزنا. ان شاء الله. وبقى معنا الا الشيء اليسير، يمكن اليوم اقل من 10%. هكذا. وهذه امانه. اخي الكريم، طيب المسار هذا او المشروع هذا أو نحن لا نحمل بعض الاشخاص يتحملوا اكثر من طاقتهم. لا. طيب اسمح لي، لماذا لا يشاركوا بعض التجار الكبار معنا بالغربه مليان ومعنا بالداخل مليان تجار لانجاح المشروع؟ ليش ما يساهموا في هذا المشروع؟ هذا شيء لا ينبغي ان يكون هذا الكلام. وإن المشروع هو مشروعنا واحد، وشعارنا مشروعنا من شعارنا من الأسود إلى الأسود. صحيح. ونحن وسط العصا، وتضاريس العمل حقنا أشد تضاريس. فعلا. وأنجزناها والحمد لله. وقمنا عملنا يعني توسع الخط بشكل لا يصدق. ما شاء الله ما شاء الله. بشكل لا يصدق، وأنت ليس مجاملة ولا شيء. حقيقة حقيقة حقيقة، ما أنجز بالعوام. ما أنجز بالعوام، سوف ينجز هنا في هذا المكان. نعم. في خلال شهر واحد إلى ظهر المسجد. ما أنجز بالعوام، دولة تعمل. لكن هنا نناشد جميع إخواننا التجار والصرافين والإدارة العامة حقنا الذي ممثلة بالشيخ منصور عبد الله سليمان المدحلي، ألا يجزئوا المشروع بالطريقة هذه. أنا عفوا، أنا أمس سمعت من منصور المدحلي يقول لا نقاش لا جدال، خطنا واحد وسيرنا واحد ومشروعنا واحد من الاسود الى الاسود. ويجب على التبرعات ان تكون للمشروع كامل. صحيح. احنا حملناها شخص واحد او شخصين. فلذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. على الجميع ان يساهم. على الجميع ان يساهم. والخشبه يقول المثل الشعبي ما يحملها الا رجال. صحيح والله. كل الرجال. الان اخي الكريم مصاب وابناء مصاب وتجار مصاب، ظهروا على بانحاء العالم. يعني بشجاعتهم ورجالتهم وتبرعهم وصدقاتهم للمشروع هذا. نعم، ظهروا وتفاعلوا. لا ريوس، لا رجع ريوس. ولا رجع ريوس، ولنا الفخر لنا ولهم جميعا ان احنا انجزنا هذا المشروع العملاق العظيم. صحيح. لان هذا مشروع سابقه في الجمهوريه اليمنيه، لن ينجز في اي بلد كان مشروع على حساب المواطنين الخاصه. بهذا المكان وبهذا الطول وبهذا العمر. وبهذا الحد. وبهذا القطر السفري. أصبح المشروع هذا بشهادة المهندسين الكبار الموثوق بهم. صحيح. كالشيخ ياسين البحري وغيره وغير، إنه مشروع